طيب نروح لمدينه الغردقه اللي بتشهد فعاليات المؤتمر الاقليمي لتصميم وتخطيط المطارات. المؤتمر ده تحديدا بتقيمه المنظمه الدوليه للطيران المدني الايكاو بالتنسيق مع سلطه الطيران المدني، وبيناقش العوامل اللي المفروض تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط المستقبلي لتطوير المطارات من حيث كثافه الحركه الجويه المتوقعه وعدد الركاب، وكمان المشروعات الخاصه بمشروعات تنميه المناطق المحيطه بالمطارات. جينا اليوم لنشارك في المؤتمر اللي بنظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية، ونشكرهم على الاستضافة هون في مدينة الغردقة. صراحة يعني استضافة وتنظيم يعني كما اعتدنا عليه يعني من المكتب الإقليمي. اليوم المؤتمر بيحكي عن التخطيط الشمولي للمطارات، في استضافة لعدة دول وعدة جهات مختصة بالموضوع، فإن شاء الله يعني مؤتمر مثمر إن شاء الله والاستفادة للجميع. ونشكر الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الطيران المدني على استضافة هذا الحدث، ونشكر طبعا المنظمة الدولية للمطارات على استضافتها لمثل هيك الندوات اللي بتعطينا الفرصة للاطلاع على آخر التطورات والتحديثات في موضوع المخططات الشمولية للمطارات، وبنطلع برضو على بعض التجارب للأخوة في المطارات القريبة والمنطقة وإيش الأحداث اللي طرت والتطورات اللي تمت وكيف تعاملوا معها.